تعال نشوف كريم هجوم تونس. خلينا نبدا بقى بالبيلد اب الاول. خلينا نبدا بالبيلد اب الاول ونشوف واحده من المشاكل اللي عند المنتخب التونسي كابتن اسلام اللي وضحت في دور المجموعات وتداركوها. أيوة. في ماتش عمان منتخب تونس من بدايه البطوله بيحاول يلعب نفس البيلد اب بتاع تيكي تاكا وجوارديولا وبرشلونه، وان انا ابدا برشلونه زمان، يعني مش برشلونه دلوقتي، ان انا ابدا الكوره يا اخي ما تقولش كده، انا فرحان قوي اصل انا بحب ريال مدريد جدا، ان انا ابدا الكوره من عند حارس المرمى. طبعا كان عندهم ازمه في اول ماتشين، ان فاروق مصطفى حارس الترجي اللي احنا عارفينه طبعا كان هو الحارس، وطبعا ارتكب كم هائل من الكوارث في اول مباراتين، وبالتالي بعد الكوارث اللي ارتكبها، والامانه هو وفرجان يعني اكتر اثنين تم انتقادهم من الاعلام التونسي في اول ماتشين للمنتخب التونسي، كان فاروق مصطفى حارس المرمى وفرجاني ساسي. فرجاني ساسي فعلا سيء لاقصى درجه في البطوله الحاليه. وبالتالي الكره اللي احنا قدامنا دي اللي احنا شايفينها كان فاروق مصطفى فنيا يعني. الكره في نص الملعب دي كان من مباراه تونس وسوريا، فرجاني ساسي هو اللي معاه الكره هنا، هوب لاعب منتخب التونسي، وشوف هنا لعيبه سوريا واخده اوردر بالضغط على طول على المنتخب التونسي في نص ملعبه، عاملين ستاره وعارفين المنتخب التونسي مش هيلعب الكره الطوليه، لا هيلعب كره على الارض، وحتى لعيبه تونس يعني بيستقبلوا الكره من داخل منطقه الجزاء، وقفوا لهم بره منطقه الجزاء، واول ما الكره راحت لفرجاني اللي احنا ده فرجاني ساسي، فرجاني اول ما الكوره استلمها هوب على طول تم الضغط. لا نرجع معلش الصوره الاولى خالص اللي كانت قبل دي عشان ايوه بالظبط، فرجاني هنا دي ده فرجاني ساسي، نجيب الصوره تاني، لا التاني احنا واقفين عندها بالظبط، تم الضغط عليه وتم استخلاص منه الكوره، وعلى طول اول ما الكوره اتاخدت لاعب سوريا شاط وجاب الهدف. نروح ل واحده من المشاكل الاخرى عند المنتخب التونسي ونمشي بالظبط نفس الفكره، لعيبه المنتخب التونسي هنا نبص على سوء التمركز قدام منطقه رغم ان كان طبعا في اللعبه دي المنتخب التونسي كان بيلعب ب 10 لاعبين بسبب الطرد اللي حصل في نهايه الشوط الاول، ولكن في وجهه نظري الشخصيه الطرد ملوش علاقه خالص بسوء التمركز، لان احنا بنشوف هنا في مساحه فاضيه خالص قدام منطقه الجزاء، وفي صوره ثانيه ممكن نجيبها قبل الصوره دي في لعبة الهدف الثاني للمنتخب السوري، الصورة الثانية كانت بتوضح ان المنتخب السوري بيفضي تماما المساحة لمنطقة الجزاء، ولاعيبة تونس بكل سذاجة بدأوا يضغطوا على حامل الكورة ويبعدوا تماما عن فكرة حماية اللاعب اللي جاي من نص الملعب، برضو دي نفس الكورة برضو هجمة شبيهة ليها، تخيل كابتن اسلام الدفاع التونسي وخط الوسط اتضرب بكرة واحدة مريرة واحدة من هنا اهو وصلت اللاعب ده للمنطقة دي داخل منطقة الجزاء بتمريرة واحدة، اتضربوا خطين اتضربوا بتمريرة واحدة بس من المنتخب السوري اللي فعلا قدم واحدة من أحسن المباريات له في البطولة. هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل أخير، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم أكتر عن أو تفصيليا أكتر عن منتخب مصر ومنتخب تونس.